كيف كتعرفوا هذا الحجر بدا من شهر 3 15 يوم فيه جاونا الاوامر باش نتوقفوا على العمل. توقفنا على العمل، امتثلنا الاوامر، ولكن ما كاين اللي يسول فينا واش عندنا شي خسائر او لا حنا تناكلو او لا تنشربو، واش تناكلو ولا ما تنشربوه ولا، لانه ما بقاش عندنا المدخول، المدخول ديالنا راه ساتينو. كي تشوفوا راه جامع فنا مسدوده، وكل هو العالم تعرف انه جامع فنا راه واقفه، ما كان عندنا لا اعانات، ما عندنا لا قفال، لا حتى شي حاجه، بحيث انه احنا راه مصدر الرزق ديالنا الوحيد هو هاد الجلسات ديال المأكولات، هو المصدر الوحيد ديال الرزق ديالنا. احنا تنمثلوا واحد 80 او 90% في المنظر العام ديال هاد الساحه اللي هي ساحه جامع الفنا في الوقت فاش تكون تشتغل. احنا المنتوج اللي يسوق في الخارج للسياحه، هاد المنتوج هذا راه مات، مسؤول فيه تحت، لا حنا لا الحليقيه لا مالين البازارات، لا مسؤول فينا حد، ما فينا تحت، بحيث اننا احنا بقينا منبهرين امام هذا الوضع. التزموا بالحجر الصحي، التزمنا به، التزمنا بجورنا، التزمنا، ولكن فينا هو البديل؟ راه فينا ناس اللي ولاو تيطلبوا، فينا ناس اللي ولاو تيقلب على فين يخدم غير باش ما عندوش واحد المورد ديال الرزق. راه حتى الا عندك البنك راه تقاد عليك، راه 6 شهور هادي ديال الراحه، ما خدامين ما ردامين، وما كاينش اللي عمرو لا وزاره السياحه ولا الداخليه ولا اي وزاره ما فكرت فينا، ما سولوش فينا. وهاد الناس المسؤولين ديال مدينه مراكش اللي تيقولوا انه ساحه جامع الفنا هي الارث الحضاري الثقافي لا مادي، وانه راه جامع الفنا ديال جميع المغاربه وديال العالم. اجيو لها دروكا شوفوا واش ديروا معنا فيها دروكا، ماشي حتى تكون جامع الفنا بخير وعلى خير عاد تبداو تنجدقوا وتتهضروا وتقولوا راه جامع الفنا ديال المغاربه مجموعين. دابا هي بقات تحتنا احنا بوحدنا اللي خويناها وبقينا قاعدين في حوزها. تقريبا العالم كله القنوات اللي هي كبيره سواء اوروبيه او من الشرق الاوسط المكان الا وجامع الفنا هي الاشهار ديال السياحه المغربيه. هاد الناس هادو ما تعرفوش، هاد الناس اللي تشتوا هاد الفضاء اللي هو فضاء كبير، هاد الناس اللي تيشكلوا فيه تقريبا صحاب المأكولات تيشكلوا تقريبا 90% من التأثير ديالو. ما تيبانش الفضاء، ها هو تيبان الفضاء دروك هكا، تيبان كأنه صحراء، تيبان كي السراب هو اللي تيبان. ملي تيجيو هذوك مالك في العشية تتشعل الأنوار هي الأولى، وتيطلع ذاك الدخان تيمتز ذاك وتيولي منظر آخر غير المناظر المعتادة. إذا هاد الناس راه تيعاني واحد المعاناة، لا هما ولا حتى دوك الناس ديال اللي تيعملوا. واش في راسكم هاد الناس شحال تيخلصوا؟ هاد الناس تيخلصوا الواجب الشهري للمجلس الجماعي، وتيخلصوا الفاتوره ديال الضو والماء، وتيخلصوا المحل اللي تيطيبوا فيه بالفاتوره ديالو الماء ديالو والضو، وتيخلصوا المساكن ديالهم الخاصه، زائد ياوون العمال. عاد هو الأدهى من ذلك هو أنه اللي تخلص التأمين الضريبة، الضريبة تنخلصوا بحالنا كي تيخلصها الناس في المناطق اللي هي رفيعة، بحال مثلا حنا تنخلصوا كيف اللي تيخلص الضريبة مول شارع محمد الخامس وفي الحي الشتوي، وحنا ما تنخدموا حتى ساعتين، ما تيخدموا هاد الناس حتى ساعتين كاملة، وتيخلصوا الثمن ديال اللي تيخلصوا الناس اللي تيخدموا من الصباح حتى العشية. ما عندناش محل اللي هو مستقر، راه الاستقرار هو كل شيء. إذا حنا ما بقاش حتى العهد اللي بغى يجي مور هذه الجائحة، راه العالم سبحانه وتعالى ماشي الجائحة، الله بغي غادي يغيرها، راه ما بقاش مجال الهز حتى نبقاو عايشين في الترحال. ما يمكنش هذا الوضع اللي تتعيشوا هذه الطبقة ديال جامع فنا هو وضع غادي للانقراض. هو الناس بعض المسؤولين تيحسبوه غير مجال تجاري أو اقتصادي، هذا مجال تراثي، هذا راه مجال ثقافي. إذا هكا الإنسان يحسب هذا القطاع هنايا، إذا تنطلب أنا من المسؤولين باش ينظروا بعين الاعتبار، الناس اللي هما تيهمهم هذا القطاع هذا يهضروا معنا ويقعدوا معنا
نوصلوا واحد الحل اللي هو يكون زين ويرضي الجميع. فيما يخص صحة جامع الفنا كيف تنعرفوا كيف عشنا في هذا الأخير أنه جملة واحدة ولات متداولة عند المراكشيين هي لا طير يطير ولا وحش يسير. هذه هي الجملة اللي ولات في جميع المراكشيين دون استثناء، لأنه كيف كتشوفوا جامع الفنا هي خالية على عروسها، مشى داك الحيوية داك الديناميكية ديالتها، السياح ولات شبه فارغة نظرا للمسألة ديال هذا الوباء اللي ضرب البلاد عندنا اللي هو كوفيد 19، ومدينة الحمراء عانت من التهميش ولا زالت تعاني، لأنه ما كاينش اللي التفت لصحة جامع الفنا ولا التفت للمدينة اللي كانت هي البقرة الحلوب ديال العملة الصعبة، هي المورد الأول اللي كان تيعطي للبلاد العملة الصعبة، هي الوجهة الأولى ديال السياحة على مستوى المملكة. هي أصبحت الآن كتعيش تهميش والتقبير، لأنه ولات كيف تنقولوا بحال شي طير سد عليه في شي قفص، ومولاه ما بقاش تيفيه باش يعطيه لا مأكل لا مشرب لا يتك لا يخليك. صح جامع الفنا كيف كتشوفوا راه صحراء، راه الناس راه كتعاني في صمت، لا من ناحيه قطاع الصحه، لا من ناحيه قطاع السياحه، لا العاملين في المقاهي، لا العاملين في كل شيء واقف. الحركه تقريبا راه مشلوله في جميع الميادين. الانسان الا كاع كان عنده شي مدخرات تقريبا راه 6 شهور هذه راه الناس راه لا اله الا الله. لذلك وزيد على ذلك انه مد من ورا فاش وقع التخفيف انه بقات في المنطقه جوج، من المنطقه جوج بقات فيها الى يومنا هذا، ما عمرها تغيرت المنطقه واحد. عاد زاد عاوتاني هاد الزياده اللي كاينه بالنسبه للناس اللي تصابوا بكوفيد في الاخر، وعاودت تجددت عليها اجراءات السلامه. لذلك كنطالبوا من الناس مسؤولين انهم يدوروا واحد الالتفات لصحة جامع الفنا، ويدوروا واحد الالتفات لمدينه مراكش ككل، لانه الانعاش ديال الاقتصاد ديال المدينه متعلق بالسياحه. الناس راه مقهوره، والناس راه يعني 6 شهور ديال الازمه، و6 شهور ديال الكونفينمون، يعني الناس راه بما يكفي راه مدينه سياحيه راه تضرت بزاف. الناس راه جميع شرائح في مراكش لا الصناع التقليديين ولا كاع اي حاجه عندها ارتباط بالسياحه، وحنا تنعرفوا على ان الشريحه الكبيره 90% في مراكش راه كلهم تيعتمدوا على السياحه. السياحه دابا راه تحبسات. تنطلبوا من السيد الوالي ومسؤولين ومن الحكومه، وتنطلبوا من سيدنا الله ينصره والله يخليه لنا والله يشافيه، تنطلبوا منهم انهم يعني يشوفوا من حاله هذه المدينه. هذه راه مدينه مراكش تستغيث، ما مراكش راه يعني تتعيش واحد الوضع مزري، واحد الوضع تاريخي لا غير مسبوق. تنطلبوا من الناس المسؤولين انهم يعني يحاولوا ما امكن انهم هذه مراكش هذه يعني يخرجوها، يعني ياخذوا لها بعين الاعتبار، لانه مراكش راه يعني راه وصلت لواحد المستوى، وصلت للحضيض، والساكنه ديالها تتالم في واحد الصمت. الساكنه والناس اللي هما التجار ديال الساحه والتجار ديال المدينه اللي هما عندهم كلهم كيف قلت ارتباط بالسياحه، راه كلهم تيعانيوا في واحد الصمت. لهذا راه رجائي في المسؤولين وفي السيد الوالي على انهم يكون هناك واحد التدخل عاجل، واحد الالتفات لهذه المدينه هذه، لانه راه بكل صراحه مدينه راه كلها تتعيش من السياحه. انا واحد المساله اخرى اللي بغيت نقول هو حتى هذه المساله هذه ديال 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 هذه الاجراءات المشدده بالنسبه لمراكش كقطب سياحي، راه تنظن على انه تقتلات. نعطيكم هي واحد المساله دابا مؤخرا تيجيو بعض الناس تيجيو من مدن اخرين بحال الدار البيضاء، ولا تيجيو من مدن اخرين من غير مراكش، تيتفاجئوا اقسم بالله الا تيدخلوا مع ساحه جامع الفنا هكا تيشوفوا تيتالموا، الناس ابا تبكي. يعني جامع الفنا يعني كيف كانت وكيف ولات، لان ساحه جامع الفنا هي مراكش، هي المغرب، هي المرآه. فاذا به تنجيو تنتفاجئوا تلقوا السياحه يعني تتنهار بهذه الطريقه هذه، بدون انه ما يكون هناك تدخل لا من وزاره السياحه، ولا من الحكومه، ولا من تدخل من الناس المسؤولين. تنطلبوا منهم انهم يعني يرأفوا في هذه المدينه هذه، يعني يحنوا في هذه المدينه هذه، لانه راه صراحه راه مدينه مراكش تستغيث، يعني وصلت واحد المرحله اللي ما نبغيوهاش للعدو ديالنا. واحد المساله اخرى اللي بغيت نشير ليها هو ان التوقيت هذا ديال هاد 10 الليل بالنسبه لمدينه مراكش كمدينه سياحيه، انه ولو كاع نقولوا في المتر رجعوا بعد المحلات تيشتغلوا وداك الشيء، ولكن راه 10 مساء بالنسبه لمدينه سياحيه، 10 يلاه تيخرجوا الناس في المدينه. يعني مراكش قفلنا الفضاءات الخضراء، قفلنا المحلات، قفلنا كذا، يعني ما كاينش النقل من والى مراكش، يعني المحطه الطرق هي مقفله، يعني مراكش حقيقه نقولها بكل صراحه محاصره.
يعني والناس ديالها راه 6 شهور راه يكفي. الناس راه اللي عنده شي حاجه راه صرفها، واللي عنده شي حاجه راه سمي رجاؤنا يعني ونداءنا لصاحب الجلاله نصره الله، ونداءنا للسيد الوالي ديال مدينه مراكش انه يكون هناك واحد الالتفاته لهذه الشريحه المراكشيين بصفه عامه ولاد الساحه هذه، ونردوا لها الاعتبار، لانه حقيقه مراكش كيف قالوا الاخوان تستغيث، فهل من مغيث؟